الأهلي المصري يحيي الذكرى السنوية الثانية لمقتل العشرات من مشجعيه. المدقق في هذه اللافتة المعلقة على بوابة أكبر النوادي المصرية يرى وجوه ضحايا المباراة التي جرت في بورسعيد عام 2012. أسرة أحمد يوسف ما تزال تشعر بالألم بعد 3 سنوات من الواقعة. أنا عايز أحق ابني القضاء، ما عملناش حاجة. حكم على 21 بالإعدام، فين الإعدام؟ القضية وقفت ليه؟ غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، وجمال النادي المصري أنا مش عارف عايزين إيه، أنا مش عارف عايزين إيه. الأحداث التي جرت قبل 3 سنوات أسفرت عن مقتل أكثر من 70 مشجعاً، فضلاً عن عشرات القتلى والجرحى فيما ترتب عليها بعد ذلك من أعمال عنف واشتباكات. بالإعدام شنقاً عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. رغم أحكام القضاء تكشف مشاعر أهالي الضحايا عن أن الجرح لم يندمج. إحنا ما شفناش إعدام، ما سمعتش عن حد خد إعدام. إحنا عمالين نسمع ده يقول لك ده براءة وده براءة وده براءة، بس إحنا مسلمين أمرنا لله. بقالي سنتين حزين على ابني، لأنه كان ده نعمة أعطانا ربنا وأخذها، وسبحان الله ما ملناش حكم مع إرادة ربنا. حزينة، سنة تاني سنة ما شفتش ابني. تاني سنة. النشاط الرياضي في مصر توقف لمدة طويلة مخافة وقوع أحداث مشابهة، وما يزال المشجعون محرومون من حضور مباريات كرة القدم. مراقبون يرون أن الاحتقان لا يمكن مواجهته إلا بقوانين تعاقب على التعصب، سواء في المدرجات أو في الإعلام الرياضي. هناك كثير من المشجعين تحولوا من التشجيع الرياضي إلى البحث عن دور سياسي في الشارع المصري، كان نتيجته أن دفعت الرياضة المصرية ثمنا غاليا وما زالت تدفعه حتى الآن. تصارع الرياضة المصرية لاستعادة عافيتها بعد أكثر من 2 عامين من أسوأ كارثة رياضية تشهدها البلاد، لكن الخبراء يقولون إنه ما يزال يتعين اتخاذ الكثير من الإجراءات حتى تعود الجماهير إلى المدرجات. علي جمال الدين، BBC، القاهرة.